أهلا بكم في صحتك. الذئبة مرض التهابي مزمن ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضائه. الالتهاب الذي يشكل مرض الذئبة مصدره قد يصيب أجهزة الجسم المختلفة بما في ذلك المفاصل، الجلد، الكليتان، خلايا الدم، القلب والرئتان. وتعد النساء الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة بالمقارنة مع الرجال. الذئبة مرض مناعي يحدث نتيجة خلل في المناعة ناتج عن التعرض للفيروسات والميكروبات. فكما نعلم، مناعة الجسم تكون جاهزة للدفاع عن الجسم في حال دخول أي جسم غريب إليه، لكن مناعة مرضى الذئبة لا تعمل بالطريقة الطبيعية، بحيث تعمل بشكل أكثر من المطلوب. من أسباب الذئبة هو كما قلنا أنه مرض مناعي، دونك المناعة كتكون شوية متخللة ولا ما كتخدمش في الأماكن اللي خصها تخدم فيهم. من بين الأسباب اللي كيعطينا هاد المناعة اللي كتكون متخللة دونك هي التعرض للفيروسات ولا للميكروبات، حيت كنعرفوا ان ملي كيدخلوا الفيروسات ولا الميكروبات كتخدم المناعة، وعند هاد الأشخاص ان المناعة كتكون خدامة عندهم اكثر ولا بواحد الطريقة اللي مجهدة. من بين الأسباب أوسي هو الشمس، كما كنعرفوا أن الشمس عندها تأثيرات عدة، كساسوا في المناعة ولا كساسوا على الجلد مباشرة. من بين الأسباب اللي كتعطينا أوسي الذئبة هما التوتر، الستريس هو سان فاكتور اللي كيخرج لنا هذا المشكل ديال لو لوبوس. كنعرفوا أن عنده علاقة مع التوتر والمناعة، عندهم عرقة وطيدة. يمكن أن تظهر مؤشرات وأعراض الإصابة بالذئبة فجأة أو تتطور ببطء، وقد تكون خفيفة أو حادة، وقد تكون كذلك مؤقتة أو دائمة. ويصاب معظم الأشخاص المصابين بمرض الذئبة من النوع الخفيف بطفح جلدي. وفي الحالة المتقدمة تتوقف المؤشرات والأعراض الناتجة عن مرض الذئبة على أنواع الأجهزة التي تتأثر بالمرض، وتتمثل أكثر الأعراض شيوعاً فيما يلي: الإرهاق، الحمى، ألام المفاصل وتورمها، طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدود وجسر الأنف، تحول لون أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد أو أثناء فترات الضغط النفسي، ضيق النفس، ألم الصدر، جفاف العين، الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة كذلك في بعض الحالات. وللقيام بالتشخيص قد يطلب الطبيب من المريض إجراء مجموعة من الفحوصات. كما قلنا أن الذئبة كتقدر تقيس لنا بزاف ديال الأعضاء. إلا كان المشكل جلدي محض، دونك ملي كنمشيو عند الطبيب كيدير لنا التشخيص وكيشوف عن طريق الفحص السريري واش هاد الذئبة جوست في مناطق ديال الجسم ولا كاينة متمركزة عليه في الجلد. عن طريق كنشوفوا هذاك الحبوب اللي تيكون ولا هذوك النوع ديال الاكزيما ولا كتشبه هي شويه الصدفيه في القشور اللي كتكون فيها ولا في الحميرار ولا الالتهاب اللي كتعطي، واش متمركز في الاماكن اللي قلنا قبيله انهم في الاماكن اللي كيكونوا مخبيين ولا في الوجه كما قلنا عن طريق هذاك البابيون اللي كيكون في الوجه ولا كيكون بحال شي واحد محروق لابو ديالو سورتو ديال الوجه. تنشوفو في الفم واش ما عندناش لي زافط، شي مرات كيكونوا كيخرجوا لينا اللي هما عباره عن طفحات في الفم اللي كيكون كيتجرح وكيعطي الحريق. كنشوفوا كما قلنا في اليدين واش ما عندناش هذاك لو فينومين دو رينو ولا هذيك الدوره الدمويه كيفاش، واش سليمه ولا ماشي سليمه. كنقلبوا الشعر اوسي واش ما عندناش هذوك لي بلاك اللي كيخرجوا لينا في الجسم حتى في الشعر. تنشوفوا في الاذنين اوسي الاماكن اللي كتعرض للشمس حتى هي كيقدر يكون فيها. كنشوفوا الاماكن كما قلنا كنقلبوا دون فاسون جينيرال، كنشوفوا الصدر، كنشوفوا القلب، دقات القلب، كنشوفوا التنفس واش كيكون مزيان، واش كيكون يقدر يقيس لنا هاد الاماكن، المفاصل واش ما كيتنفخوش، واش ما عندناش واحد الاحمرار ديال المفاصل، واحد الالتهاب ولا واحد الحريق بعدا اللي كيقول الانسان. دونك مجموعه ديال الاشياء اللي كتخلينا نشخصوا هاد المرض ديال الذئبه. وكما قلنا الا كان غير في الجلد تنطلبوا شي تحاليل
ديال المناعه اوسي باش نتاكدوا انه غير في الجلد كما قلنا على حسب لي كريتير. الا فتنا واحد ربعه ديال لي كريتير اللي هما تجمعوا لينا على هاد مرض الذئبه كنمشيو نقلبوا عليه واش كاين في الدم اوسي وكنديروا هذاك الدوزاج ديال لي زونتيكور باش نتاكدوا انه واش كاين ولا لا. وبخصوصيه علاج الذئبه فيحتاج لوقت طويل ويمر عبر عده مراحل، وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلامات والاعراض، وبالتالي يختلف العلاج من حالة لأخرى. كنعرفوا أن مرض الذئبة كما قلنا أنه مرض ديال المناعة، دونك غالبية الأوقات كيخصوا هذاك المضادات للمناعة اللي هما اللي كيحب الأدوية اللي كتحبس لينا المناعة اللي هما اللي كورتيكوستيرويد ولا لي زونتي انفلاماتوار. في الاول كنبداو بلي ما فيهمش لا كورتيزون بلي نون ستيرويديان، سورتو الا كان عندنا غير الالم في المفاصل وما عندناش هذاك المشكل ديال الاعضاء الاخرين اللي مقيوسين، سينو كندوزو لي كورتيكوستيرويد اللي هما لي كورتيكويد افورت دوز شي مرات باش نحيدوا هذوك الاعراض اللي كاينين ونراقبوا السلامه ديال الشخص المصاب. كنقدروا نعطيو اوسي دابا كاينين بزاف ديال الادويه اللي مضادات المناعه داكوغ اللي كيتعطاو عن طريق حقن كساسوا مره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم، وهاد الادويه تيكونوا شويه مجهدين كما قلنا الا كان هاد مرض الذئبه فايت لينا الجلد وماشي كيبقى غير على منطقه الجلد. بالنسبه للذئبه اللي كتجينا غير على الجلد كنبداو بالمضادات المناعه ولا لي ستيرويد ولا لي كورتيكويد اللي تيكونوا محليين عن طريق مراهم ولا دي بوماد باش ما نضروش الجسم. كنقدروا نعطيو اوسي بيان سور الوقايه من الشمس لي كونساي لان الحموريه باش تخفف من غير لي كورتيكويد. وكنقدروا اوسي ننصحوا بالميديكامون اللي كيتعطى كنسميو حنا ان فوتو بروتيكتور ولا كيحمينا من الذئبه اللي هو الكلوروكين ولا الهيدروكسيكلوروكين اللي كتعطى بزاف الاوقات في هاد الذئبه بطريقه سليمه وبطريقه ان كنراقبوها، وواحد الطريقه اللي كتكون شويه طويله حيت مرض الذئبه تيخصو الوقت وتيخصو لا سيرفيونس كل 3 شهور كل 6 شهور ما كنعرفوش كيفاش غادي تكون النهايه ديالو. وخصنا نعرفوا انه كيجي عند الناس اللي تيكونوا شويه صغار ماشي عند الناس اللي تيكونوا كبار، اون جينيرال بين 15 حتى 45 عام، واكثريه عند العيالات اوسي سون بلوس اكسبوزي كو رجال. يجري الباحثون ابحاثا سريريه لتطوير علاجات جديده للذئبه، وتتيح هذه الابحاث لمرضى الذئبه فرصه تجربه علاجات حديثه، لكنها لا تضمن الشفاء لحد الان بحيث لم يتم التاكد بعد من فعاليتها. ومن بين العلاجات التي يتم اختبار مدى نجاعتها في الابحاث السريريه هناك زرع الخلايا الجذعيه. هكذا نكون قد وصلنا لنهايه صحتك لهذا اليوم، نامل ان تكونوا قد استفدتم من الموضوع الذي اخترناه لكم. انتظرونا في حلقة جديدة يوم غد بحول الله.